معنا مشاهدينا الكرام عبر اسكاب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا بالتزامن مع استمرار التظاهرات وتواصل اعتقالات المتظاهرين، هل هناك حصيلة دقيقة لأعداد المعتقلين وظروف اعتقالهم؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. في الحقيقة مع بدء المظاهرات منذ يوم 8 تموز ولحد الآن استمرت حملة الاعتقالات سواء القوات الحكومية أو الميليشيات المنضوية مع القوات الحكومية. الحقيقة لا توجد لحد الآن إحصائية دقيقة، الأعداد تتزايد كل يوم، وهناك في الحقيقة تعتيم، يعني ذكرت مفوضية حقوق الإنسان أن يعني قبل 4 أيام أن العدد وصل إلى 540 شخص تقريبا، ولكن حسب مصادر من ناشطين داخل التظاهرات العدد تجاوز 600 معتقل. اما ظروف الاعتقال في الحقيقه يعني هناك ظروف غريبه في الاعتقال، ليست هي لا نقصد هنا التي تصدر بها مذكرات من السلطات القضائيه، مذكرات قانونيه، بل هناك الحقيقه الكثير من الاعتقالات تتم عن طريق المداهمات الليليه خاصه الميليشيات التي تقوم بهذه الاعمال، وكذلك هناك مندسين بين المتظاهرين يقومون باختطاف الناشطين والفاعلين في المتظاهرات، وفي الحقيقة أمام أعين القوات من الحكومية. هنا دكتورة فاطمة، ما مدى أهمية توثيق هذه الاعتقالات ومتابعتها من المنظمات الحقوقية قبل أن تصل إلى حالات إخفاء قسري كما ذكرتي؟ في الحقيقة مهم جدا أن يتم توثيق حالات الاعتقال، خاصة نحن طالبنا الناشطين أن يكونوا في تواصل مع المنظمات الحقوقية وأن يوثقوا أي حالة اختفاء لأي متظاهر أو اعتقال لأي متظاهر. الحقيقة هذا لأنه يضمن حقوقهم ويضمن أيضا سلامتهم الشخصية، حيث أن عدم إيصال أسماء المعتقلين سوف يؤدي أولا إلى ازدياد الاعتقالات وازدياد أعداد المعتقلين، وفي ظروف قد تصل إلى وفعلا هي سوف تصل إلى الإخفاء القسري، ولن نعرف أين مكانهم، خاصة وأن هذا قد حدث فعلا، يعني الكثير من عوائل الذين اختفوا والذين تم اعتقالهم ذهبوا إلى القوات الحكومية وسألوهم عن أماكن أفراد عوائلهم، ولكنهم لم يعطوا أي جواب وقالوا لا يوجد لدينا أي معتقل. إذا من قامت، من هي الجهات التي تقوم بالاعتقالات؟ بالحديث إذن عن الاعتقال والإخفاء القسري، اعترف ما يسمى بالأمن الوطني بوجود سجن سري في الموصل طبعا وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. كيف تقيمين دكتورة فاطمة ذلك على الصعيدين الإنساني والحقوقي؟ نعم، يعني في الحقيقة كما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش أن جهاز الأمن الوطني قد أنكر واستمر في إنكار وجود أي مراكز للاحتجاز، إلى أن ثبت واعترف بنفسه أي جهاز الأمن الوطني أنه فعلا توجد هناك يعني سجن تابع إلى جهاز الأمن الوطني، وهو موجود في حي الشرطة في الجانب الأيسر من الموصل. والحقيقة هذا يدل على أن هناك يعني الكثير من السجون السرية التي لا علم للمنظمات الحقوقية بوجودها، وغير يعني ويتم تعتيم على مثل هذه السجون، وأيضا لمن تتبع هذه السجون، يعني العديد من الجهات وكما أثبت ذلك تقارير ومنظمات حقوقية قامت بحملات اعتقال لأبناء الموصل بذريعة الانتماء إلى بالفعل دكتورة، ولحد الآن مختفي. يعني بالفعل حتى مجلس محافظة نينوى صوت اليوم على افتتاح مركز للبحث عن المفقودين في هذه المحافظة، ألا يعد هذا إقرارا حكوميا بوجود آلاف المفقودين بسبب الحرب على مدينة الموصل؟ نعم بالتأكيد، حتى أن هناك أحد المنظمات قبل عدة أشهر وكانت قد التقت بالسلطات العراقية
وأبدت استعدادها لعملية إحصاء لأعداد المفقودين، لأن الحقيقة الكثير من العوائل يعني قامت بالإخبار عن اختفاء أفراد منهم، وفي يعني في ظروف لا يعرفون أين هم، خاصة أن اختفائهم كان بعد أن فروا من المعارك وأثناء الخروج من مدينة مصر، وعند السيطرات ونقاط التفتيش وغيرها من الأماكن يعني التي يعني من الممكن التوصل إلى من الجهة التي قامت بهذا الاعتقال والإخفاء. ولكن مع الأسف يعني الحكومة لا تبدي أي استعداد وليست لديها أي نية للإفراج عن هذه المعلومات، خاصة أنه كما اتضح الآن أن ليست فقط وزارة العدل لديها سجون، بل جهاز الأمن الوطني، ونحن نعرف أن الحشد الشعبي لديه والميليشيات التابعة له لديها سجون في مختلف مناطق العراق، وغير معلن عن الأعداد الحقيقية، وهذا يسبب أزمة إنسانية كبيرة ويؤدي إلى نتائج خطيرة جدا على السلم الأهلي. نعم. من لندن عبر الإنترنت مستشارة المركز العراقي لتوثيق الجرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا لك.